السفيرة بريف حلب 26/10/2013. كما تشاهدون هكذا أصبحت مدينة السفيرة. هنا سقط إحدى البراميل المتفجرة مما أدى لدمار هائل في المدينة. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. هذه آلام مدينة السفيرة، وهذا شكاؤها. هذه آلام مدينة السفيرة التي تسمع الأصم. هذه صرخات مدينة السفيرة التي تسمع الأصم. حسبي الله ونعم الوكيل. شاهدوا معي حجم الدمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.